جرى يوم الاثنين عقد اللقاء الافتتاحي لحاضنة المقاولات الصحفية بحضور كل من عبد اللطيف أفيلال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وفن شاكر العلوي رئيسة المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بتطوان، وممثلين عن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية. نشكروا النقابة الوطنية لهاد المبادرة ديالها باش نحتضنوا داخل الغرفة ديالنا هاد الحاضنة المقاولات الإعلامية اللي مهمة وجديدة على الصعيد الوطني. هي أول حاضنة ديال المقاولات الإعلامية على الصعيد الوطني، وهذا كيشرف لنا كغرفة باش نساهموا ونكونوا شركاء معكم. هاد الحاضنة اللي غادي يكون عندها وقع إيجابي أكيد على العمل ديال المقاولات الإعلامية الناشئة وعلى العمل الإعلامي المحلي والتطوير دياله. افتتحوا هذا الموسم الجديد اللي هو الموسم الثالث بانضمام الزميلين يوسف الحايك وعدنان تليدي أكيد للمكتب ديالنا، والباب مفتوح لجميع الزملاء. احنا كنعرفوا أن مدينة تطوان مدينة عريقة تاريخيا من ناحية ديال الإعلام، فمشروع فحال هذا جدير أنه يكون في هذه المدينة وأنهم يستفدوا منه صحفيين ديال الإقليم. وجاءت هذه المبادرة تتويجا للجهود التي يبذلها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بتطوان، وتنزيلاً لاتفاقية الشراكة التي تجمع النقابة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة.